الآن في هذه الندوة للاحتفال بمدينة سلا عاصمة المجتمع المدني لعام 2023، ويأتي هذا الاحتفال أيضا مواصلة للاحتفالات التي منحت لكل من مدينة وجدة في 2018 وترودنت 2019 وتطوان 2022 وهذه السنة لمدينة سنا. وبهذه المناسبة يشرفنا باسم منظمة المجتمع المدني أن نرفع آية الشكر والامتنان والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي منحنا وتوجنا بالرعاية السامية لمدينة سلا عاصمة المجتمع المدني لعام 2023. ويشتمل برنامج الذي سيبدأ يوم 22 إلى غاية 28 بمناقشة وبحوث ومقاربة حول قضايا مختلفة وطنية، وتستمر فعالية هذه المدينة من 28 إلى ديسمبر عام 2023. تقوم إذن فعالية هذه الأنشطة على أربعة ركائز أساسية: أولا تفعيل التوجهات الرسمية الملكية ودستور 2011 حول التنمية النموذج التنموي، حول المقاولة الصغرى، حول الوحدة، قضية الوحدة الوطنية، حول السيادة، حول الوحدة الاجتماعية، وكذلك في مواضع تقديم مقاربات في مجال الأمن الثقافي، الأمن الاجتماعي، الأمن البيئي، إلى جانب ذلك الاحتفال وتكريم شخصيات المجتمع المدني التي قدمت خدمات جليلة لمدينتها أو للمغرب في المجال الفني والسياسي والاجتماعي والثقافي. هذه التظاهرات تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دورتها الرابعة بعد أن احتضنت مدن وجدة، ترودنت، تطوان. هذه التظاهرة التي هي يمكن اعتبارها عرس للمجتمع المدني في كل مدينة، كل سنة تحظى مدينة بشرف هذا التنظيم بالاشتراك مع منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم الحوار والتنمية والمواطنة. برنامج التظاهر في مدينة سلا يتميز على الدورات السابقة كاملة في المدن الثلاثة بكونه يتكون من شقين. الشق الأول هو الفعاليات الوطنية التي ستنطلق يوم 22 ماي وتنتهي يوم 28 ماي، في حين أن أكبر عدد من الأنشطة المتنوعة التي تشمل كل المجالات والتي تساهم فيها أكثر من 60 جمعية من مدينة سلا وشخصيات من مختلف المجالات كذلك من سلا ومن الرباط ستنطلق يوم 26 يونيو وتستمر إلى غاية دجنبير 2023. وهذه مناسبة للوقوف عند خصوصيات المجتمع المدني المحلي في سلا اللي تقريبا عمره سيصل إلى 100 سنة، ثم رهانات قضاياه الأساسية أي أفق لهذا المجتمع المدني في مدينة سلا في إطار منظومة المجتمع المدني وطنيا.